اسمح لي يعني، اذا كان ثمة يعني تعنت من قبل إدارة السجون سيما سجن أبو زعبل، ومنعوكم مثلا إلا من منعوكم من التجوال داخل أرجاء السجن، طب لماذا سمحهم لكم بمشاهدة ومعاناة غرف التأديب مثلا وأنت تعلم وهو يعلم أكثر منك ومنا أنها رديئة للغاية؟ بالظبط. لا أنا عندي حاجة مهمة جدا. ولد اسمه علي قعود ده مضروب ضرب مبرح، ها رحنا نسأل عليه قالوا مش موجود. راح فين؟ معرفش. فقالوا ان احنا نقلناه، فاكتشفنا انهم واحنا في اثناء تواجدنا نقلوه الى لمن واحد، ها ولما مشينا رجعوه تاني. لا لمن واحد عشان في المستشفى يا استاذ جورج. يبقى مضروب. لا مش مضروب. لا يبقى مضروب. طب ما يقول له يا فندم، ما يقول له هو في المستشفى. طب ما يجيبه لنا نشوفه. ده كنا طالبين ان نشوف علي قعود. هو ده جنائي ولا سياسي ولا ارهابي ولا ظروفه يا استاذ جورج؟ شاب صغير يا استاذ، ده في ناس محبوسه، ها لانه مثلا وهو مروح طلع مخبر مع الميكروباص فشاف الكارنيه بتاعه فلقاه ان هو كان في التعليم الازهري فنزله وقبضوا عليه، والواد قاعد بقاله سنه بيقول انا زماني دلوقتي في ثانيه كليه وبتهمه غير يعني. لا في تسجل في هذا السجون استاذ جورج؟ اسمح لي بس يعني من ضمن الحالات الحالات اللي العيال بتشتكي بيقول لي بنقول له ليه ما انت ساعه ما اتضربت دي لا بس دي نقطه مهمه. قلنا له ليه ساعه ما اتضربت ما اشتكيتش؟ قال لي خفت. طبعا خاف يعني وارد طبعا خاف وارد. فما اشتكاش. طيب ما طلبش الطبيب الشرعي. طيب عشان الوقت دلوقتي يا استاذ جورج، الخطوه التاليه ايه اللي هيتخذها المركز القومي لحقوق الانسان؟ احنا بعتنا البلاغ للنائب العام طالبين. امتى؟ بالامس امبارح. والنهارده اكدنا، كان عندنا جلسه في المجلس القومي لحقوق الانسان اكدنا هذه المساله وان احنا هنتابع هذه القضيه. النهارده السيد النائب العام قال انه هيفتش على سبع سجون، مش هيقول هم ايه السبع سجون. تمام. وده اجراء يعني الدنيا اتحركت. تفعيل يعني اللي زعلان. طيب. ما يزعلش قوي. لا لان الدنيا اتحركت. تعقيبك على رد وزاره الداخليه؟ لا هذا طبعا من حقه انه يقول زي ما هو عاوز واحنا نقول زي ما احنا عاوزين، ولكن الحكم بيننا هو ال 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 النيابه والطبيب الشرعي. طيب سياده اللواء، انت تستبعد تماما ان يقوم ضابط داخل السجون المصريه بضرب سجين؟ لم اراها في حياتي. لا دي اجابه ثانيه. انت انت استبعد؟ استبعد بالفعل تماما. استبعدها. طيب هل ما يحطش نفسه اطلاقا يا فندم في موضوع مساءله؟ ما هيتسال. انا اتسال يعني انا اتسال ليه في النيابه عشان خاطر وايه مصلحتي امد ايدي على المسجون؟ ما في اجراءات تاديب. ما هو اجراء يعني التاديب دي يعني لدى الضابط اجراءات تاديبيه اكثر من الضرب. من اجراءات الرجع اشد. طيب اشد يا فندم. سؤال الثاني، عندنا اسم. لا بس هقول لحضرتك، احنا عندنا اسم مين اللي كان بيضرب طلبنا نشوفه، قال احنا ما عندناش حد بالاسم ده في الشكوى. كلمت يا فندم قياده من قيادات السجون طبعًا هناك؟ طبعا هو كان معاه رئيس المباحث. بس انا كمان السيد اللي هو رئيس مباحث قلنا له انه العيال كانوا خايفين يدلوا بادوالهم باقوالهم واحنا موجودين، فطلبت منه انه ما حدش ياذيهم بعد ما نمشي، والراجل انا بثق في كلامه انه ما حدش يقترب منه. تمام يا فندم. طيب اذا بس عشان نبني على اجابات سيادتك يا سيدي، هل انت راض عن حال المسجونين داخل السجون المصريه؟ هو حال المسجونين شان حال يعني اماكن كثيره فيها تكدس. حال السجون المصريه مكدسه من زمان مش من الايام دي. السجون المصريه فعلا فيها تكدس. احنا عاوزين عشرات السجون عشان نعيش المسجون يعيش يعني عيشه ادميه. انما هي اللائحه بتطبق لا تجاوز على الاطلاق من اي قياده من قيادات السجون، ولكن لم تجبني المشكله على لا لم تجبني على. هل انت راض عن اوضاع المسجونين في ايه؟ في يعني يعني توفير يعني الادوات الاوليه للحياه اليوميه. يعني اولا بتصرف لي جرايه يوميا وجبات. قول لي راضي او لا عشان الوقت. نعم قول لي راضي او لا. بالنسبه للوجبات والاكل والشرب والاخره بالطبع راضي. بالنسبه للاقامه؟ لا الاقامه لا، في تكدس في السجون لا شك. الناس كلها نايمه على الارض. في تكدس في السجون صح. طيب بالمناسبه بقى، اسوا السجون المصريه هو
انا ما اقدرش اقول اسوأ، كل السجون المصريه بتطبق فيها اللائحه والقانون. لا بتطبق فيها اللائحه والقانون. لا معلوم ان عندنا سجون قديمه وسجون حديثه، عندنا سجون يعني خمس نجوم كما يعني نسمع في او نتابع في الصحف. خمس نجوم ولا حاجه ايا كان، صعب صعب يعني. يعني برج العرب مثلا يعني ده سجن جديد فيه مساحات للتليد، حتى دورات المياه فيها معمول حساب الاعداد الكبيره موجوده مثلاً في العنابر. موجوده في العنابر صحيح، دورات المياه موجوده في العنابر. طيب. وهنا يا فندم يعني سجن ابو زعبل سواء واحد او اثنين ما في دورات ميه في العنابر. هتقول لي دورات ميه غير ادميه؟ دورات ميه في، دورات ميه موجوده في العنابر بيقضي فيها المسجون حاجته. ادميه يعني هي يعني لما يكون دوره ميه واحده في عنبر فيها 40 مسجون، يعني تفسر زي ما تفسر. اتفضل يا فندم. نحن عندنا طموحات ان احنا نعامل المسجونين بشكل واحد. كلمني قال لي واحد قال لي قال لي قال لي انتوا بتهتموا بحقوق الانسان وبتاع وما بتسالوش في الشهداء من الشرطه والجيش. مين قال نحن مواطنين. نحن مواطنين كامل المواطنه ونحزن جدا لده. طيب. لكن هذا موضوع وهذا موضوع اخر. انا بؤكد لسيادتك، انا بؤكد ثواني كلمه سريع. انا بؤكد لسيادتك ان السجون ما فيهاش تجاوز على الاطلاق، وانا بارحب بمنظمات الانسان انها تمر على السجون، لان برضه زي حضرتك ما بتدي دفعه وتقدم بطلب السجون. ولكن اذا كان هناك تجاوز فهناك. انا مختلف مع حضرتك. ربما يكون هناك تجاوز. طيب. في اماكن اخرى. صحح لي هذه المعلومه، أسوأ السجون المصريه ال 42 هو سجن القطه؟ سجن القطه مش أسوأ، سجن القطه فيه تصنيف يعني بيوضع فيه المسجونين اللي هم متهمين بجرائم النفس، القتل والسرقات باكراه وبتاع، يعني ناس اللي هم فيهم يعني عنف شديد. تمام. لحد ما. طيب استاذ جورج، طبعا يعني الكل يدعم توجه المجلس في حتى ان المسجون يجب ان ينال يعني عقابا ادميا. مزبوط. وبالقانون. مزبوط. يعني لو القانون فيه ان الضابط يضرب المسجون كل يوم صباح مساء. مزبوط. خلاص ينفذ. مزبوط. ما فيهوش نلتزم. مزبوط. انما بيقول لسيادتك يا استاذ جورج انت اسمح لي على سعه صدرك، يعني انت في نهايه المطاف تنام في بيتك، يعني مش عايز اقول في التكييف يعني، انما في ضباط بتتعامل مع اعنف واشرس خلق الله، في ضباط بتتعامل مع ناس قتلة مغتصبين تجار مخدرات، واحد محكوم عليه ب100 سنه سجن مش فارقه معاه خالص يتكلم الضابط اللي بيكلمه ده ازاي مثلا. يعني ده لا يعني الضرب بالتاكيد، بس يعني ان في صعوبه في التعامل مع نوعيه معينه من المسجونين. يا سيدي الفاضل، انت دي وظيفتك تتعامل مع الناس، اذا مش عارف تتقن وظيفتك ده موضوع تاني. انا ما عنديش مانع يعينوني في السجن افضل معاهم ليل نهار عشان اشوف بيتعاملوا ازاي. لا دي وظيفته هو ده دوره، يعني بيتعب وبيشقى وبيتعامل مع ناس مختلفه الالوان والمواضيع، لكن مزهون. هذا لا يعني اطلاقا انك انت تستخدم العنف في معاملته. الضابط في السجون المصريه تراه نصف مسجون. نصف مسجون لا شك، ما هو نص وقته وربما يكون مسجون كده. في ضباط بتقعد في ما انت عشان كده من المطالب. طيب. انك انت ما تقعدش في السجون كتير. لا لا يعني غير الناس. لا هو ده عشان هو من الاصلح عشان بيستمر. لا 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 عشان بيستمر المساله. لا 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 هو من الاصلح ان ما يستمرش كتير الضابط، ما يستمرش فتره طويله في السجون. من الاصلح اني اغير قيادات السجون بصفه مستمره لتحسين المعامله وتحسين الاداء وتحسين. سياده اللواء محمد حمدون نائب رئيس مصلحه السجون الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ جورجي اسحاق مقرر لجنه الحقوق السياسيه. شكرا. والمدنيه بالمجلس القومي لحقوق الانسان. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. وبعد الفاصل مصر تستلم طائرات جديده F-16 وكذلك دبابات. هل الامر مرهون بفكرة التحسن شبه المفاجئ في العلاقات المصرية الأمريكية، أم ربما الأمر مرهون بتحديات يجب أن تتصدى لها القوات المسلحة المصرية بتقنيات عسكرية معينة؟